النهارده ان شاء الله نبتدي نتكلم على موضوع ما هوش في صلب الايرو الاستيسيتي، لكن بنستخدمه على طول في الايرو الاستيسيتي، هو الابروكسيمت سوليوشن اوف ديفرنشال ايكويشنز. اوكي، واحنا نركز طبعا على البارشال ديفرنشال ايكويشن، في المساله عندنا فيها سبيس وفيها تايم. خلاص، المساله بتاعتنا احنا يعني جاست فور فن ليه بنشتغل ابروكسيمت، مش محتاج اقول لكم لان احنا ما نعرفش حاجه، احنا جهل. اوكي، واعتقد ان المهندسين اول ناس اكتشفوا الجهل ده، عشان كده هم اول ناس اشتغلوا ابروكسيمت ميثودز وسابوا المودلز الاكزاكت للماثيماتيشنز والفيزيست يشتغلوا فيها براحتهم، وهم هم يطلعوا النتيجه ويدوها لنا، لكن احنا مش هنستناها. الله يرحمه الدكتور اسماعيل راشد كان يقول لنا يعني ايه كمبيوترز والفاينات اليمنت والكلام بتاعكم ده كله، القبه دي اتبنت قبل ما يتعمل كله. يعني كان بيشاور على قبه الجامعه. فالمهم يعني احنا عندنا ابروكسيمت ميثودز في باكجز شغاله موجوده، فيفضل ان انت تشتغل بالباكجز دي تبقى فاهم هي شغاله منين. احنا مش هنوصل ان احنا نشتغل هنا، مش هندي كورس فاينانس اليمنت، لكن اكشلي اللي احنا بنديه ده جزء من مقدمه الكورس فاينانس اليمنت، ان هي ابروكسيمت ميثود فبنقدم فيها الابروكسيمت ميثود بشكل. واعتقد برضو ان ايه ممكن انك تحل مساله نيوميريكال على الكمبيوتر هتبقى احسن شويه شويه مش قوي يعني من انك تلعب سوليتير. اوكي؟ عندنا السوليوشنز بتاعت الابروكسيمت سوليوشنز بتاعت الديفرنشال ايكويشنز ممكن نقسمها لعائلات. العيله الاولانيه هي الديسكريت ميثودز. الديسكريت ميثودز اساسها ما يسمى بالفاينايت ديفرنس. خلاص؟ لكن برضه لما بنيجي نعمل انتجريشن في التايم بنستخدم بقيه الديسكريت ميثودز اللي بنسميهم ستيب وايز انتجريشن ميثودز، اللي منهم رانش كوتا وايلر وغيرها من الطرق اللي يوجوالي بتستخدم في الانيشال فاليو بروبلم. خلاص؟ فاينايت ديفرنس عاده بنستخدمها في الباوندري فاليو بروبلم. هاويفر المساله انترشينجبل، وما تقولوش الدكتور عاطف شريف ان انا بقول كده عشان ما يفيدنيش من قصه. اوكي؟ والعيله الثانيه الكبيره الديستريبيوتد كوردينيت ميثود. الديستريبيوتد كوردينيت ميثود جواها بيهمنا عيلتين كبار. العيله الاولانيه اللي هي ما يسمى بالويتد ريزيديوال ميثودز، والعيله الثانيه الديستيشنري فانكشنال ميثودز. اوكي؟ الويتد ريزيديوال ميثودز دي اللي هنتكلم عليها شويه النهارده ان شاء الله، اللي بتعمله فكره خفيفه جدا بس بتشتغل على الديفرنشال ايكويشن كلها على بعضها. يمكن نسيت ان انا اذكر ايه الفرق بين الديسكريت وبين الديستريبيوتد كوردينيت ميثودز. الديسكريت ميثودز بياخد الدومين سواء تايم او سبيس، اوكي، ويقطعه ويجيب السوليوشن عند كل نقطة من نقط الدومين اللي اتقطع ده عن طريق الايه الديسكريتايزيشن برضو بتاع الديفرنشال ايكويشن. ابسط مثال احنا كنا عارفينه طبعا مثلا ان ايه دي واي باي دي اكس تقريبا بتساوي دلتا واي على دلتا اكس. خلاص؟ فانت كده عملت ديسكريتايزيشن لدي واي باي دي اكس. قلت اكس 2 ماينس اكس 1 على واي، سوري واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1. وتاخد الابروكسيميشن ده وتشتغل. الديستريبيوتد كوردينيت ميثودز بقى بتعتمد على ان انت بتقوم بادر مجموعه من الفانكشنز في الدومين. خلاص؟ وبعدين تقول كل فانكشن دي ليها وزن. ويت. خلاص؟ وتفضل الديفرنشال ايكويشن زي ما هي من غير ديسكريتايزيشن، ما بنشيلش دي واي باي دي اكس ونحط مكانها دلتا واي باي دي اكس. باي دلتا اكس. لكن بناخد الفانكشنز الابروكسيمت اللي احنا بدرناها في الدومين دي ونحطها في الديفرنشال ايكويشن. اوكي؟ يعني معلش الكلام اذا كان عايل شويه هنبتدي نخش ونشوف تفاصيل بسيطه ان شاء الله النهارده. الخطوه اللي تالي ذلك ان احنا بقى طيب وزن كل فانكشن ده نجيبه ازاي؟ هو ده بقى اللي بيفرق ما بين الويتد ريزيديوال ميثودز وما بين الستيشنري فانكشنال ميثودز. اوكي؟
فين الريزيديوال ميثودز هنشوف ان احنا بناخد الريزيديو البواقي بتاعت الديفرنشال ايكويشن بعد ما عوضنا فيها بالابروكسيمت سوليوشن ونحاول نقللها بقدر الامكان. اما في الستيشنري فانكشنال ميثود فبنانتجريت ونحاول نمينيمايز فانكشنال اي فانكشن. عاده بالنسبه لنا في الميكانكس الفانكشنال دي بتبقى الانرجي. خلاص؟ ونحاول نعمل لها مينيمايزيشن وذ ريسبكت تو ايه؟ تو الانون كوفيشنتس اللي احنا بنتكلم عليها. خلاص؟ however هنا يمكن تلاحظ ان انا حاطط الفاينيت اليمنت جوه الويت ديزيديال ميثودز وحاطط الفاينيت اليمنت جوه الستيشنري فانكشنال ميثودز. لان يمكن حاجه من الحاجات اللي خلتها يا ليتل بيت باورفول عن غيرها من الطرق هي ان انا ممكن اجيبها من الناحيه دي ممكن اجيبها من الناحيه دي. اوكي؟ however نفس الموديل بيطلع ما تقلقش. اللي هطلعه من الناحيه دي من سكه الويت ديزيديال ميثود هو اللي هطلعه من سكه الستيشنري فانكشنال ميثود طلع نفس الفاينيت اليمنت جوه. لو انا الشرط ده. اخر بس تفصيله هي ان في الويت ريزيديوال ميثودز ما يسمى بالانتيريور ريزيديوال والباوندري ريزيديوال. باوندري ريزيديوال بقى بياخد الانتجريشنز بتاعته ويعمل العمليات الرياضيه على الباوندريز. ويمكن الاستاذ دكتور يوسف راشد قسم مدني يعني من الناس البايونيرز في العالم كله. على فكره الراجل ده ما شاء الله يعني ايه لو بابليكيشنز عالميه يعني وحصل على جوائز كتير جدا من مصر ومن بره مصر في الريسيرش بتاعته. فيعني اللي يقدر يتعلم تحت ايده وما يضيعش فرصه حتى لو انا صح مش مهم. اوكي؟ بينما الانتيريور ريزيديوال ميثودز دي بقى اللي هنتكلم عليها احنا اللي فيها الكولوكيشن والجالركن والفاينايت اليمنت ميثود.